هناك مشكلة حقيقية في وزارة التربية أن الآلية الحقيقية لمتابعة انطلاق العام الدراسي كانت غير موفقة، مثل ما ذكر الأستاذ داود، يعني غير منطق أنا اليوم أوزع طلبة في داخل المدرسة على الشعب ووزع المناهج وعندي طلاب يمتحنون الدور الثاني، هذه سابقة ما صار سابقا، أبدا ما صار سابقا. إضافة إلى نتائج الثالث متوسط والسادس الإعدادي لم تعلن لغاية الآن. إذن كيف الغاية العام الدراسي؟ حضرتك أنت كتربوي أسألك شنو الغاية من تقديم بدء العام الدراسي؟ يعني هم وزارة التربية قدموا العام الدراسي حتى يأخذون العشر أيام، هاي مستهلكة راح تكون العشر أيام اللي هي توزيع الطلبة والتلاميذ على الصفوف وتوزيع المناهج، بمعنى إذا ينطلق يوم 1/10 راح يأكل عشر أيام من شهر العاشر، فهم سووا خطوة سباقية. بالمناسبة وزارة التربية أعلنت الدوام في بادئ الأمر 1/10، لكن هناك قرار من مجلس الوزراء تم اتخاذه أن يكون الدوام 22/9. كان المفروض على وزير التربية أن يشرح حيثيات آلية الدوام إذا انطلق في 22/9، شنو هي المشاكل راح تواجه الانطلاق في تاريخ 22/9. شنو هي الحلول قبل المشاكل؟ أبدأ وياك، هل هو منطقي 10 أيام لتوزيع الطلبة؟ يعني 10 أيام إذا بدأ الدوام 1/10 لحد 10/10 يلا تصفى الأمور؟ يعني ست الأعداد الكبيرة، خلينا نحكيها بصريح العبارة، زين ترى اليوم عندنا في بعض المدارس، تعرفين جنابك، أضرب لك مثال، في إحدى مديريات تربية الكرخ الأولى إعدادية العامرية يصل أعداد الطلبة فيها من 1800 إلى 2000 طالب.